السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من جرائد من هنا من كورنيشن دوحة. البداية مع أبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في العرب، ناصر العلي من حقنا الآن التفكير في كأس الأمير. في الراية الدكتور ثاني الكواري، كنت واثقا من فوزنا باللقب. ماجد الخليفي كتب في استاد الدوحة: مبروك للكتيبة البيضاء. في الوطن الجويني، الكرة الآن في ملعب الحكام. في الشرق خيمينيز، الأسيوية صعبت علينا الاستعداد للكأس. مقعد ونصف مقعد فقط لأنديتنا في دوري أبطال آسيا. عربيا في الرياض السعودية، الاتحاد يحتج على برازيلي الأهلي. في الوطن السعودية، البلطان يقاضي متهميه بالعنصرية. في السياسة الكويتية، إبراهيم موسم استثنائي للأصفر. راشد الزعابي كتب في الاتحاد الإماراتية: الأهلي وكوزمي المحلي. في اليوم السابع المصرية، يوسف: الأهلي قدم أفضل مباراة ويستحق التأهل بجدارة. في الفجر الجزائرية، بوغرة: الخضر والمونديال لا يؤثران على إخلاصي للإخوية. عالميا في الميرور البريطانية، روجرز: مورينيو قمة في الأخلاق والتواضع. ألفريدو ريلانو كتب في آس الإسبانية: رونالدو جاهز لجحيم أليانز أرينا. في فقرة غريب عجيب، طائر يثقب مقدمة طائرة ويجبرها على الهبوط. أهلا بكم من جديد. إذن الجيش يحسم اللقب كأس قطر الأولى من نصيب الكتيبة البيضاء. الجيش خطف الفوز من الإخوية بضربات ترجيح بعد أن كان متأخرا بهدف دون مقابل. مع انتهاء أولى البطولات انطلق اليوم المرحلة الثانية من كأس سمو الأمير، فيلعب الريان مع الإخريطيات المرخية مع الوكرم، عيدر مع قطر، الشمال مع الخور. لن نطيل المقدمة، فحلقة اليوم مختصرة، أخبارنا كثيرة، والبداية مع أفراح الجيش. تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، شهد سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني أمس المباراة الختامية لبطولة كأس قطر التي جمعت فريقي الجيش والأخوية بالساد عبد الله بن خليفة بنادي الأخوية. انتهت بفوز فريق الجيش بالضربات الترجيحية. حضر المباراة عدد من أصحاب السعادة، الشيوخ، الوزراء، وجمهور غفير. وعقب المباراة قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني بتتويج الجيش باللقب. ناصر العلي نائب رئيس نادي الجيش أثنى على الروح القتالية العالية التي ظهر عليها لاعبو الجيش وأنهم استحقوا التتويج بالكأس. كنت قلقا أثناء تسديد ركلات الترجيح لأنها كانت تعني نهاية المسيرة، إما بالتتويج في حالة الفوز أو الوصافة لو خسرنا. ولا شك أن الخسارة بركلات الترجيح كانت ستكون مؤلمة، ولكن في الوقت نفسه كان اللاعبون عند حسن الظن حتى حققوا هذا النصر. من حقنا الآن التفكير في بطولة كأس سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي نأمل أن يكون من نصيبنا بإذن الله، حيث لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، ولديهم الرغبة والإرادة من أجل الوصول إلى هذا اللقب بإذن الله. نترقب قرار الاتحاد الآسيوي بشأن الاحتجاج الذي تقدمنا به من أجل تصعيدنا إلى دور 16 في بطولة دوري أبطال آسيا للأندية، وإذا كان لنا حق فأتمنى أن ننال.
في نفس سياق الدكتور ثاني الكواري من السر العام مدير التنفيذي لنادي الجيش أكد أن فريق استحق التتويج بعد الأداء المشرف، وأضاف فريق الجيش كان ينافس على البطولات منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى، وأن الفوز بكأس قطر الغالية تعد فاتحة خير على النادي لحصد المزيد من الألقاب مستقبلا. هذه البطولة فتحت الطريق لنادي الجيش للتتويج بالمزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة. الفوز ببطولة واحدة لا تكفي، وإن هذه البطولة ستكون فاتحة خير على نادي الجيش لتقديم أداء مشرف في بطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والمنافسة على لقبها. في آخر ربع ساعة من المباراة شعرت أن اللقب قريب من فريق الجيش، خاصة بعد أن ارتفع أداء لاعبي الفريق مع اقتراب المباراة من نهايتها. كل الشكر للاعبين على الأداء القوي والجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة، منوها على أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن واستحقوا التتويج باللقب الغالي. وسام رزق كابتن فريق الجيش كان عريس اللقاء بالأمس، اللاعب عقب التتويج أكد أن البطولات تبحث عنه أينما يحل. وسام أكد على ذلك مشيرا إلى أن التتويج بالعديد من الألقاب سواء مع العنابية وفريقه السابق السد محليا أو أسيويا، وعد عشاق فريق الجيش مواصلة الأداء القوي في أغلى الكؤوس كأس سمو الأمير من أجل الفوز بلقبها. وين يروح وسام رزق؟ تيجي البطولات سواء مع السد أو المنتخب في السابق، وبلا شك بطولة كأس قطر هذه ستبقى بطولة لها مذاق.